إذن إخواني السلام عليكم. دونك اليوم غادي نكمل الجزء الثاني في الفيديو اللي كنت درت قبل. في الفيديو السابق كنت هضرت على المثال الأول باش نرسم الدالة إكس أس 2 زائد 1، وقلنا بأن كنحتاجو دي دو إف اللي هي إف، متفقين وعاد كنرسمو الدالة. دونك هادشي وريتكم سابقا، دونك اللي ما شافوش يشوف الفيديو اللي قبل. بالنسبة للحصة اليوم غادي نهضر على المثال الثاني، مثلا 1 على إكس زائد 1. دونك نجيو كندخل يعني الداله بصفه عاديه. دونك كما قلنا كنمشيو للمود وكنمشيو لهاد تيبل 7 وكندخل الداله ديالي اف دو اكس. دونك كندير قسمه 1 على اكس، فوالا اكس كندير الفا عاد اكس، كنمشي على اليمين ونكتب زائد 1 فوالا، وكندير هنا تساوي. هنا عطاتني جي دو اكس، جي دو اكس راه هي الداله الثانيه اللي عندي جوج دوال، بحال مثلا هنا عندي اف دو اكس اكس اس 2 زائد 1، ممكن انني ندخلها هنايا، متفقين؟ انا ما كتهمنيش هذيك الداله، ماشي بالضروره انني نديرها. دونك تساوي ستار. دونك انا مناش بغيت القيمه تبدا، مادام ان دي دو اف ديال 1 على اكس زائد 1 هي ناقص ما لا صفر، صفر زائد ما لا نهايه، شنو غادي ندير؟ غادي نلعب على هادو، ناقص ما لا نهايه صفر، نبدا بهذه هي الاولى، نمثل هذه، عاد من بعد نجي ونمثل من صفر حتى زائد ما لا نهايه، مفهوم؟ اذا غنبدا مثلا بهذه من ناقص ما لا نهايه صفر، بمعنى غادي نمثل الداله ديالي من اجل مثلا ناقص 5 حتى صفر، ولكن صفر هنا عندي خارج في المجال، بمعنى ما غاديش نوصل للصفر بالضبط، غادي مثلا نوصل ناقص مثلا 0 فاصلة مثلا 1، يعني القيمه اللي قبل من 1، مثلا ناقص 0 فاصلة غير مثال ناقص 0 فاصلة 1، مفهوم؟ اذا هنا غادي ندير ستيب ستيب، مناش نبدا مثلا غير مثال، غادي نبدا انا من ناقص 5، كاين اللي ممكن يبدا من ناقص 7، ناقص اللي عجبك، المهم انا نبدا مثلا من ناقص 4، كندير تساوي الاند، الاند ما خصنيش نفوت هذا الزيرو، زيرو ما دخلش، اذا كنعطي القيمه اللي قبل منها، مثلا ممكن اننا نعطي ناقص 1، مفهوم؟ او لا ناقص 0.5 الى اخره. دونك غادي نكتب مثلا ناقص غير مثال، غنكتب ناقص 1 انا كاع، ناقص 1، مفهوم؟ وكنكتب تساوي، عطاتني ستيب، ستيب غنمشي مثلا بواحد، بديت بناقص 4، القيمة اللي وراها ناقص 3، ناقص 2، ناقص 1 إلى آخره، وندير دونك 1، وندير نقيد 1، وندير تساوي، فوالا، دونك هي عطاتني القيم، دونك الصورة ناقص 4 هي 0.75، ناقص 3 0.666 إلى آخره، ناقص 3 0.666، ناقص 2 0.5، ناقص 1 هي 0. مفهوم؟ دونك هادو هما القيم اللي عطاتهم ليا على يعني على يسار ديال صفر، مفهوم؟ دونك كيفاش غادي نمثل هاد القيم هادو؟ فوالا، نبدا من هاد ناقص 4، دونك غادي نمشي للشكل ديالي، مفهوم؟ وغادي تكون عندي واحد رسم معين، دونك عندي اكس وعندي إيكغيك، فوالا، وكندخل وكنختار واحد سلم معين، فوالا. مثلا هنا عندي ناقص 1، مفهوم؟ اذا الصورة ناقص 4، ناقص 2، ناقص 3، ها ناقص 4 كاين هنا، مفهوم؟ دونك ناقص 4 الصورة ديالها 0.75، اللي تابعها ناقص 3 0.66، 0.5 0، دونك غادي نمشي ونختار واحد سلم، مثلا عندي 1 هنا، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، مثلا هادي جوج هنا 1، وانا غادي دونك ناقص 4 0.75، دونك ها ناقص 4 0.75 تقريبا غتكون هنايا، نمشي لناقص 3 ناقص 0.66، دونك ها ناقص 3 0.66، دونك عندي 1 2 3 4 5 6، دونك النص غادي يكون في 1 2 3، ونفوت النص شي شويه، دونك تقريبا غادي تجيني هنايا، ثم ناقص 2، ناقص 2 جات في 0.5، يعني في النص ديال 1، دونك 1، دونك عندي 1 2 3 4 5 6، دونك عندي في 3، 1 2 3،
فوالا غادي تجي تقريبا هنايا في ناقص جوج عندي، عفوا في ناقص واحد عندي صفر، دونك هنا في ناقص واحد كاين صفر، مفهوم؟ دونك شنو بقى خصني؟ خصني يعني قيم كاينين هنا في هاد البلاصة هادي، يعني من ناقص واحد حتى لصفر. دونك شنو كندير؟ كنرجع للدالة الأولى ديالي اللي أنا درت، وكندير تساوي وكنبدل ستيب، خلي الجي هي صفر، دونك ستار. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير ستار من ناقص واحد، فوالا. الأند غادي نختار متى واحد القيمة على يسار ديال صفر، دونك مثلا صفر فاصلة واحد، صفر فاصلة واحد، كندير تساوي ستيب. ستيب شنو غادي ندير؟ أنا غادي من ناقص واحد حتى صفر فاصلة، حتى ناقص صفر فاصلة واحد، غنمشي غير بصفر فاصلة مثلا جوج، صفر فاصلة جوج، دونك عطاتني القيم. إذا ناقص واحد الصورة ديالو زيرو، ناقص صفر فاصلة تمنية، دونك صفر فاصلة تمنية غتكون تقريبا هنايا، الصورة ديالها ناقص زيرو خمسة وعشرين، دونك هنايا غادي ندير السلم، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد راه كاين هنا، زيرو خمسة وعشرين، دونك يعني ثلاثة غيكون نص تقريبا، زيرو خمسة وعشرين غيكون هنايا، فوالا. دونك هادي القيمة. عاوتاني غادي نمشي ناقص صفر فاصلة تمنية، أو عفوا ناقص صفر فاصلة ستة، عطاتني ناقص زيرو ستة وستين، دونك صفر فاصلة ستة تقريبا هنا، عطاتني ناقص زيرو ستة وستين، مفهوم؟ ومني كنجي كنرسم المنحنى ديالي تقريبا غادي يجيني بحال هاد الشكل، فوالا. حتى هذا إلا كملت غادي نلاحظ أنا عندي الشكل بحال هاكا. دونك هنا لقيت الجهة اللي على اليسار ديال الدالة، دونك غادي نرجع لنفس الدالة، ولكن هاد المرة غادي نمشي لمن؟ غادي نمشي للصفر على اليمين. إذا مناش غادي نبدا؟ غادي نبدا من الصفر مثلا، صفر أقرب قيمة للصفر مثلا اللي معروفة هي صفر مثلا فاصلة واحد، مفهوم؟ أولا كنزيد نقسم هاد المجال ديالي، كندير من صفر فاصلة مثلا واحد حتى لهاد القيمة هادي اللي هي واحد، ومن واحد عاوتاني زائد ما زائد ما لا نهاية، وكنبقى نبدل الخطوة ديالي. مثلا أنا غنبدا من واحد، غير مثال، غادي ندير تساوي، دونك واحد تساوي الأند غادي نعطي مثلا خمسة، تساوي ستيب غادي ندير هي واحد، تساوي فوالا. دونك غادي تعطيني يعني واحد، والصورة جوج ثلاثة أربعة خمسة، وهي غادا. دونك واحد الصورة ديالو هي جوج، دونك ها واحد الصورة ديالو هي جوج، فوالا. جوج الصورة ديالو واحد ونص، جوج الصورة ديالو واحد ونص، دونك ها هي جوج الصورة واحد ونص تقريبا هنايا، دونك راه الدالة 100% راها تناقصية. ثلاثة عندي فيها واحد فاصلة ثلاثة وثلاثين، ها ثلاثة ها واحد فاصلة ثلاثة وثلاثين، ثم عاوتاني أربعة واحد فاصلة خمسة وعشرين، دونك ها أربعة، دونك عطاتني تما واحد فاصلة خمسة وعشرين تقريبا هنايا، مفهوم؟ دونك أنا عندي تقريب، دونك خمسة غادي تعطيني واحد فاصلة جوج، متفقين؟ دونك هنا إلى آخره، دونك كنكمل يعني الشكل ديالي. دونك غادي نمشي دابا لهاد البلاصة هادي هنا، يعني من صفر فاصلة مثلا واحد حتى واحد، دونك غادي ندير تساوي، دونك صفر فاصلة واحد وندير تساوي، الأند مثلا غنوصل غير واحد، تساوي ونمشي بالستيب هي صفر فاصلة واحد، فوالا. دونك صفر فاصلة واحد الصورة ديالها هي حداش، وراه حداش راه بقات الفوق، صفر فاصلة جوج ستة، دونك أنا عطاتني جوج هنا تقريبا، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذه هي ثلاثة، يعني نمشي نيشان الصورة تكون هي مثلا ثلاثة، فوالا هي هذه ثلاثة، عندي زيرو ونص، دونك صفر فاصلة خمسة هنا غادي تكون عندي هاد ثلاثة، صفر فاصلة ستة جوج فاصلة ستة وستين تقريبا، وبالتالي كيجيني الشكل بحال هكا، مفهوم؟ دونك هادي من جهة، دونك هنا رسمت يعني الشكل ديالي، واضح؟ دونك هنايا غادي نرجع ونزيد ناخد بعض القيم، مثلا هنا بغيت نتيقن من هادو اللي بقاو ليا هنا، مثلا دونك انا عندي واحد زوج ثلاثة أربعة، ندير من ربعة مثلا لعشرة ولا شي حاجة بحال هاد الشكل، دونك كندير تساوي جي دو إكس تساوي، دونك ناخد مثلا واحد زوج ثلاثة، دونك واحد زوج ثلاثة أربعة، نبدا مثلا الحساب من ربعة، تساوي الآن نوصل مثلا حد خمسة، ولا ندير فوالا نعاودها،
تساوي دونك نبدا الحساب قلنا من 4 تساوي نوصل مثلا حد 8 تساوي ستيب ناخذ 1 تساوي فوالا وكتعطيني القيم. اذا عندي 4 الصوره ديالها 1.25 ها هي دوزناها 5 1.2 5 1 دونك 4 5 1.2 هذه 1.16 1.14 1.125 دونك شنو كنلاحظ هنا يلا كيقرب يعني المقارب اللي هو 1 يعني ما كيوصلوش كتعطيني غير 1 الى اخره دونك هذا بحال هذا الشكل مفهوم يعني هنا هذا راه مركز يعني هنايا ما غاديش تهبط ليا على ما تهبط ليش على 1 بالتالي غادي تجيني بحال هذا بحال هذا الشكل هذا فوالا. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه. التوفيق للجميع.